يعني شوف الدكتور يعني وهو ماشي تحس الحراره مأثره على الـ طيب رجع لنا الدكتور محمد شاوي عضو مجلس الاداره ورئيس البعثه. مساء الخير يا دكتور، تحياتي وتحيات المهندس عدلي. اهلا وسهلا ابراهيم بيه، مساء الخير يا باشمهندس، ازي حضرتك؟ اه يا دكتور، ازي حضرتك؟ طمنا على احوال البعثه يا دكتور. الحمد لله البعثه كبعثه يعني امر معتاد، بعثه النادي الاهلي دائما هادئه ملتزمه، الامور الحمد لله ماشيه كما مخطط ليها وربنا يوفق ان شاء الله. التمرين النهارده على ملعب المباراه مش كده كان؟ على ملعب المباراه، لان حضرتك تعلم طبعا احسن مني اللوائح بتقول لو نجيل صناعي بيبقى مرتين على نفس ملعب المباراه، مش مره واحده على النجيل الطبيعي. ده التوقيت اللي هيتلعب فيه المباراه مش كده؟ نفس التوقيت ان شاء الله. طيب اخبار بقى الملعب وتأثير الحراره عليه، لان انا اعلم ان النجيله بتصدر حراره جامده جدا، يعني لما بتتاثر بالجو، والجو نفسه عامل ازاي؟ انا شايف كده ملامح الناس وهي ماشيه يعني وكان الحراره مأثره عليها شويه. اكيد درجه الحراره مرتفعه طبعا بالنهار، بتتحسن في الليل شويه، لكن موضوع ان الملعب النجيله بتتاثر بالحراره او الكلام ده لازم، ده امر فني لازم اسال عليه اللعيبه او القائمين على الامور الفنيه، لان انا ما تاثرتش بيه انا بره الملعب، لكن الجو عموما مش بالسوء اللي كنا متوقعينه، يعني نتمنى ان يوم المباراه يكون يوم زي النهارده، درجه الحراره مش مرتفعه قوي، فربنا يسهل ان شاء الله. ان شاء الله. ده انا بقول الكلام ده لان دايما كان في تعليمات ان النجيل الصناعي لازم يترش ميه علشان يعني في يعني ما علينا، مش هي دي النقطه بقى، لان احنا خلاص اتعودنا على الصعاب دي باذن الله ونتعامل معاها يا رب بخبراتنا، لكن اهم حاجه ان انت شاعر انت سافرت مع الفرقه كتير، شاعر ان درجه التركيز والاجواء يعني الناس حاطه نفسها في اجواء المباراه بالشكل اللي يطمنك؟ لا، من اول لحظه في من مسار القاهره لغايه دلوقتي الحمد لله الناس مركزه كويس قوي، الناس متحسبه لكل شيء، الجهاز الفني هادئ الاعصاب بيتعامل بهدوء شديد جدا، مش عايز يعكس اي يعني مخاوف او احساس بان الفرقه قويه المنافسه ولا اي شيء، الدنيا طبيعيه جدا يا باشمهندس زي كل مباريات الاهلي الحمد لله. هي اللومباشي بعيده عن كنشاسا بمسافه كبيره يا دكتور؟ ب 1000 كيلو. 1000 كيلو؟ اوه. ده كده مش متوقع ان يبقى في عدد كبير من الجاليه المصريه يعني. هو في هنا جاليه صغيره، يعني احنا شفنا لغايه دلوقتي يمكن زارونا بعض الناس، وفي حوالي 10 افراد تانيين كانوا متواجدين النهارده مساء. سعاده السفير اللي لازم نذكره بكل خير الحقيقه، متعاون من قبل ما نوصل للكونغو، بيكلمنا، كنا بنتواصل معاه من القاهره، كابتن محمود كان بيتواصل معاه بصوره دائمه، وانا كلمته اكثر من مره قبل ما نوصل، ومن ساعه ما جينا الحقيقه وجدنا رجال السفاره موجودين وعايشين في لوبومباتشي اللي احنا فيها حاليا، واستقبلوا الكابتن سمير عدلي وكابتن خالد بيبو لما وصلوا قبلينا بيوم، واستقبلونا احنا بقى كبعثه يوم ما وصلنا الحمد لله المدينه، بيقوموا بتذليل كل شيء ما بيتمش للاسف يعني من قبل النادي المضيف او المنظم للمباراه، هم بيقوموا على تذليل كل الصعاب والعوائق اللي قابلت الفريق او البعثه، مقيمين معانا في نفس الفندق، سعد سفير شخصيا هيصل بكره ان شاء الله بالطياره عشان يحضر المباراه بعد بكره باذن الله وربنا يوفق. انتوا نزلتوا في اللومباشي مباشره يا دكتور؟ مباشره يا فندم. طيب حضرتك بتقول للاسف الجانب الكونغولي ما هوش متعاون بالقدر الكافي، هل في معوقات موجوده؟
للاسف من ساعه ما وصلوا كابتن خالد وكابتن سمير كل المخاطبات يعني السابقه للمباراه السابقه اللي وصلهم ما تمتش باي صوره. عدد الاوتوبيسات المطلوب ما لم يتم، والردود غريبه، هو يعني هو ده الموجود، يعني كاننا ما تواصلناش قبل ما نوصل قبل ما نيجي ولا الكلام ده. في عربيه للاعلام وعربيه للبعثه، يعني مش قادر اوصف لحضرتك المستوى، رغم يعني حضرتك عارف كويس قوي احنا بنتعامل ازاي مع الضيوف ومستوى التسهيلات بيبقى شكله ايه، وناس قائمه دائما على تسهيل كل امورهم كانهم في بلدهم. مش عارف ليه الطريقه كانت مش جيده يعني في الاستقبال، حتى في الاستقبال في المطار ما فيش اي حد من النادي بيستقبل زي ما احنا بنعمل او زي ما كل الانديه بتعمل. ما احنا بنسافر برضو بلاد كتير الحقيقه، بنشوف تعاون من النادي المضيف، لكن الحقيقه هنا مش الامر مش 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 جيد يعني لدرجه مقبوله يعني. طب هذا التقصير عن فقر يعني المدينه تبدو امكاناتها ضعيفه ولا عن تعمد؟ ده يظهر الحاله في البلد. انا لا استطيع طبعا ان انا اصف الامر بالتعمد لان ما اعرفش النوايا، لكن هي المدينه عموما ضعيفه جدا جدا جدا، والامكانات يعني محدوده جدا، ما هياش عاصمه طبعا، لكن كمان عشان بعدها الشديد ويمكن يعني ما اعرفش ايه المسببات، لكن هي المدينه بسيطه جدا جدا وصغيره جدا وامكانياتها محدوده جدا. طب احساس الراي العام ولا الاعلام المحيط بالمباراه شاعرين ان في اهتمام كبير وضغط ولا لسه مش باين؟ لا احنا شاعرين جدا، وشعورنا النهارده بانزعاج شديد من الطريق للملعب. يعني طبعا في حشد شديد، وفي مقابلات اثناء الطريق يعني وتحذيرات واشارات وكل حاجه كالعاده يعني في كره القدم افري وير. واضح انه يعني انا متابع التصريحات اللي صادره عن نادي مازيمبي، حتى رئيس النادي، ان هم عايزين يحسموا امرهم من ملعبهم، وان هم شايفين مباراه الاهلي بالنسبه لهم شايفين ان مباراه الاهلي بالنسبه لهم حاجه، لدرجه ان الراجل بيتكلم بيدعو جماهيره للصلاه والصوم والصوم من اجل الفوز على الاهلي. يعني حضرتك والباشمهندس عارفين احسن مننا كلنا، هذا هو قدر النادي الاهلي وقدر الكبير دائما، فالكبير بيتعمل له مش 1000 حساب، مليون حساب، فالراجل بيعمل كل ما يستطيعه للوصول لهدفه، وان شاء الله ربنا يوفق النادي الاهلي باذن الله. نرجو ان احنا ناخد من كل هذه السلبيات دوافع استثنائيه، وبرضو عشان الناس تتعود ان يعني الكلام ده ما بيكونش معانا باذن الله. هي الحمد لله هتكون باذن الله دوافع، رجال النادي الاهلي وفريقه وجهازه الفني واخدين الامر ببساطه شديده، مش مركزين مع اي حاجه غير في شغلهم. التمرين النهارده كان جاد جدا جدا، وتشعر حضرتك فيه ان الناس كلها ناوية نية طيبة لإن شاء الله لإنهاء الأمر في الكونغو والارتياح التام في القاهرة بإذن الله. الاجتماع الفني للمباراة، هل الأهلي هيعرض مثل هذه الشكاوى أو المعوقات على الاجتماع الفني ولا الأمور ماشية؟ لا ده مؤكد، كل الأمور اللي هتتعرض اللي ذكرناها في الخطاب النهاردة اللي كان فيه مناقشات كتيرة قوي مع كابتن محمود الخطيب رئيس النادي. وهو الحقيقه من جزء من تعليماته ان الكلام ده لازم يذكر غدا في الاجتماع الفني، وانا هحضره بنفسي بتكليف من الكابتن محمود عشان نعرض كل الامور اللي ذكرت بصوره رسميه في الخطاب اللي وجه اليوم للجنه مسابقات الاتحاد الافريقي، لان الامر ما ينفعش يترك بهذه الصوره. المسير في شوارع ضيقه جدا وسط الجمهور ووسط الاسواق الضيقه جدا جدا، فكان لابد من التحذير ولابد من وضع الاتحاد الافريقي عند مسؤولياته. وزي ما بكرر لحضرتك ان ذكر هذا الامر في الاجتماع بكره ده احد تعليمات الكابتن محمود. عمليه تامين الفريق في المباراه
من المؤكد هتبقى مطروحة في ظل الحماسة الشديدة من الجماهير والجو الموجود ده، فكرة تأمين الملعب وتأمين اللعيبة في المباراة أكيد هتبقى مطروحة على الاجتماع. هو اللي حضرتك بتذكره، تفضلت حضرتك بذكره، ده هو محور الخطاب اللي وجه للجنة المسابقات النهارده، وهو التأمين اللي لم نجده اليوم في طريقنا للاستاد. فما بالك يوم المباراة اللي هنتحرك فيها من طريق واحد مع الجمهور اللي داخل المباراة، أمر يعني مش مقبول، ومش ويحذر بأمور مش طيبة. فالكلام ده هو اللي قلناه في الخطاب، وهنعيده بكره ان شاء الله في الاجتماع التحضيري للمباراه. وبرده الشيء بشيء يذكر، احنا كلمنا النهارده سعاده السفير وفهمناه اللي حصل لنا، واعضاء السفاره اللي موجودين معانا ابدوا برده انزعاجهم للسيد السفير المصري. فهو الحقيقه كعادته من يوم ما عرفناه من الايام السابقه بادر في لحظات وكلم الجهات الامنيه العليا في البلد وحذر من هذا الامر، وطلب زياده التكثيف الامني لحمايه البعثه في تحركها من الفندق للمباراه لملعب المباراه والعكس، وطمنا ان شاء الله ان هم وعدوا ان هم هيعملوا ذلك. نتمنى ان باكر ان شاء الله في طريقنا للملعب نجد عكس ما راينا اليوم، ونجد نتيجه لتفاوضات سعاده السفير. انا هرجع قبل التوجه للملعب لليلة المباراة، لأن أحيانا بيبقى فيه تصرفات إن في جماهير تروح وتعمل إزعاج عشان لعيبة ما بتعرفش تنام بالليل، قد لا يحدث هذا، ولكن أرجو إن برضو نخلي بالنا إن نطلب تأمين الطرق المؤدية للفندق، إن ما فيش جماهير توصل في ليلة المباراة إلى الفندق. اسمح لي يا باشمهندس، دي الحاجه الوحيده اللي احنا مطمئنين ليها، بس حضرتك مش فاهم من جغرافيه المكان اللي احنا فيه، فعشان كده حضرتك متخوف كعاده اللي بيحصل في افريقيا. لا فعلا الاوتيل الفندق اللي احنا موجودين فيه هو موجود في منطقه يعني خارج البلد شويه، فيها قدامها بارك مزروع كبير ومقفوله من بدايه. طب كويس يعني كويس، الاوتيل باتنين ثلاثة كيلو، في باب بوابه مقفوله، فده حلو قوي. الامر الوحيد اللي جيد في هذا الامر ان شاء الله ما حدش يقدر يوصل الاوتيل، احنا ما فيش حد بيوصل لنا اساسا، فربنا يسهل ان شاء الله ان شاء الله ما يكدر الصفو باذن الله. المسافه من فندق الاقامه للملعب بعيده؟ المسافه من فندق الاقامه للملعب ككيلو متر ما هياش حاجه خالص، لكن ان حضرتك تمشي في طرق ضيقه واسواق طول الوقت مع كثافه مروريه لا توقف، ما حدش بيوقف المرور عشان حضرتك تعدي، يعني مفيش تنسيق مروري. ده اللي بيخليها تطول جدا، لان حضرتك ماشي ببطء، احيانا بتتوقف تماما مع الكثافه المروريه. احيانا النهارده الامن اللي كان مكلف امامنا خدنا عكس الاتجاه، في يعني الامر مش منظم للاسف، اتمنى ان يستدرك هذا الامر بدءا من باكر باذن الله. اللعيبه حالتهم الموجودين الحمد لله، يمكن اخر حد انضم ليكم من المجموعه اللي ما كانتش بتلعب او مصابه كان بيرسي تاو، حالته مطمئنه وبقيه اللاعبين يا دكتور؟ والله انا شايف ان كل الموجود الحمد لله حالته جيده جدا جدا جدا، لا ينقصنا الا توفيق الله باذن الله، ان شاء الله ربنا يوفق فتتم الامور باذن الله. والشنطه معاك طبعا. دي امر يعني مؤكد، حضرتك عارف. قول حضرتك شرفنا تتجد، حضرتك شرفنا تتجد الشنطه جاهزه. ان شاء الله. قول لي الشيف اللي موجود، الشيف اللي موجود قايم بالواجب وزياده طبعا. رجل رائع التزاما ونظافه واجاده للطهي وطعم، يعني نفسه حلو يعني. جيد جدا جدا، يعني انا ما استهلكتش الشنطه كتير، ما فتحتش. يا دكتور ان شاء الله نطمن، وباذن الله تعالى الفريق يعمل ماتش قوي باذن الله ويرجع بنتيجه قويه ان شاء الله. يا رب يا رب ان شاء الله. تحياتنا وتحياتنا للبعثه وللعيبه كمان. شكرا جزيلا للدكتور محمد شاوي،
عضو مجلس إدارة النادي رئيس البعثة من لوبومباشي، وواضح إن المسألة صعبة. أنا بس عايز أفهم الناس حكاية الشنطة. الدكتور محمد شاوي ما يسافرش إلا معاه شنطة فيها فطاره وفطار عدد كبير حواليه، يجيب بقى الحاجات اللي إيه يطمن الماء والأجبان والحاجات دي. فهو بيقول لك ما اضطرش يفتحها كتير، يبدو إن الشيف عامل حسابه. احنا ليه بنقول الحاجات دي؟ بتبقى بتدي جو فيه طرافة وبرضو اعتناء بالتفاصيل. انا اطمنت جدا فكرة ان الفندق